بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. باسمي أنا فواز الشرعة وباسم والدي ضافي ضيف الله الشرعة وأخواني نتقدم بأجمل التهاني والتبريك للعم العزيز الشيخ أبو أشرف نايف الحمود الشرعة بمناسبة زواج ابنه ليث الحمود الشرعة، جعله الله زواج الدهر ورزقه الله الذرية الصالحة. وبهذا المناسبة نرحب بالضيوف الكرام من داخل وخارج المملكة، وأهلا وسهلا بالجميع في مضارب الشرعة وحياكم الله. ولا يفوتني أن نهنئ جلالة الملك بمناسبة قدوم الحفيد الأول سمو الأميرة إيمان بنت الحسين، وحمى الله الأردن قيادة وشعبا، وحياكم الله الجميع. تعزيز الصوت عمي أبو أشرف، أنا آسف عشان الصوت يكون أقوى وواضح، عشان الصوت أوضح. خلنا نحط يا عمي دو تحطوا هذا، هانا بس تنخفيه هذا عشان الصوت يكون أقوى. ماشي واضح، بعدين يكون واضح. حياكم الله الجميع وألف مبروك، مبروك زواج الأخ ليث، الله يبارك له ويبارك لكم الجميع. معك عبد الله سالم الشراري من السعودية، وفيكم الله يبارك فيكم الجميع، ويا ألف مبروك والله يبارك للجميع إن شاء الله. الله يبارك فيك، الله يبارك، وهذا من الغلاء والمحبة. الله يسلمك، الله يسلمك، هذا المحبة والغلاء اللي بيننا من زمان. الله يبارك فيك. ولما سمع بزواج ليث قال إلا أتي للأردن الآن وأتي وأبارك. هذا من طيب أسره، لأنه أصل من أصل طيب، طيب من أصل طيب. الله يبارك فيك، ما عليكم زود، ما عليك زود. الله بالأردن، الله يبقيك ويبارك فيك. أهلا وسهلا، الله يطول عمرك، والله نورت الأردن كلها. الله يبارك فيك، يلا حي، الله يبقيك ويبارك فيك. الله يمسيكم بالخير ويمسيكم بالرضا. اليوم سعيدين بتواجدنا في زواج اخونا ليث، عسى الله يبارك له ويحفظه، وما شاء الله تبارك الله، يمكن هالحضور وهالمحبه من وقت ما شاء الله مبكر لهالمناسبه دي على محبه طبعا ما شاء الله ابو اشرف وابو وعريس ليث، عسى ربي يحفظه. وما احنا حضورنا من السعوديه لحد الاردن، احنا طالعين من بيتنا لبيتنا، يعني ما يعني احنا على مقيل عند اهلنا وبين ربعنا وبين ناسنا، والمحبه اللي بين السعوديه وبين الاردن هذا شيء احنا
طبعا وفق توجيهات قيادتنا والعلاقه اللي بين القيادتين والعلاقه اللي بين الشعوب سواء الشعب السعوديه او شعب الاردن، فاللي بيننا وبينكم اهل واخوان وقرايب ومحبين، فدامت الله يديم افراحنا وافراحكم، ومهما قلنا شهادتها فيكم مجروحه، وعسى الله يوفقكم يا رب وشاكم قدر لكم هالتغطيه الغير مستغربه وتميز الدائم، عسى الله بيحفظكم يا رب. شكرا لك. الشيخ نايف الشرعه ابو اشرف بمناسبه زواج بمناسبه زواج ابنه حفظه الله ورعاه، نقول له الف الف مبروك. والان ياتيه من جميع المملكه، من جميع شيوخ المملكه، والان في على جنبي وعلى يساري شيوخ الشرارات، هم أصحاب الواجب وهم من يؤدون الواجب وهم من أصحاب الكرامة ولهم كرامة، وهم من أصحاب الطيب ولهم طيب. هذا اليوم كان سعيدا حقيقة في لقائي بإخوة لنا وأصدقاء لنا في المملكة العربية السعودية، المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية هم توأمان بقيادة جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز حفظه الله ورعاه، وجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم، وهما توأمان وهما يجيبون أقطار العالم من أجل قضايا الأمة العربية، وقضيتنا المركزية قضية فلسطين. وكل احترام وتقدير لولي العهد الأمير محمد بن سلمان ولي العهد شيخ الشباب، الله ينصره ويحفظه. وهذا الجمع نرجع إلى العرس، هذا العرس هو مهرجان وطني بامتياز، ويأتيه من كل فج عميق إلى هذا الديوان العامر، ديوان الشيخ أبو أشرف الشرعة نايف الشرعة، وها هم ضيوفه الآن على يميني وعلى يساري، والكاميرا الآن تتجه إلى جميع المواقف والمحفل هذا الطيب وهذه اللقاء الطيب مع إخوة لنا في محافظة المفرق ومن الخماصري بالذات. والآن بعد قليل سيأتي وفد السعودية ممثل بالباشا محمد أبو مشعل من الشرارات بعد لحظات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله يا حسين أنا جمهور طايل بيك، أنا جمهور يا رحية. اسمك يا وعي عابدك.
يا جمهور راح يبيني صخر حول بنبارك للعريس ليث الأستاذ ليث الفرح إن شاء الله ألف مبروك بنبارك للعم أبو أشرف أشرعة مني أنا الفنان زكريا عياش إلى آل أشرعة جميع وإلى العم أبو أشرف وحياكم الله ونشكر قناة نيروز على هاللقاء الحلو هاللفتة الحلو وأدامكم الله ذخرا لنا بنشكر المنتج أسيد الجبور على هاللقاء الحلو هاللفتة الحلوة حياكم الله وأهلا وسهلا السلام عليكم ورحمة الله من أفراح المملكة الأردنية الهاشمية أفراح بني صخر أفراح المفرق بنبارك للشيخ أبو أشرف بني صخر بمناسبة حفل زفاف ولد وليد إن شاء الله ألف ألف مبروك والشكر الكبير إلى أخونا المنتج وسيد الجبور أهلي الموقر على هذا اللقاء الطيب مئة أهل وسهلا بكم جميع حياكم الله وانتظرونا على المباشر حياكم الله جميع يا مئة أهل وسهلا أخوكم الفنان سمير المستناني إلى كل الحضور حياكم الله العديه
هذا الزمان. وافعالكم يا ابو اشرف على الناس ما هي بخفيه، بعد المعزز قوه كاس المنية، علومك تشرف يا سلايلك هيلان، وفعلك سطع بالنور مثل الفرية، طلق الايمان حر من ومسب الملاقى خويه، كتبت لك من صافي الفكر قيفان، عشرة ابيات يا عزيزا علي، هشام وين؟ عمران يلا حيوا عزبنا الغالب الله يا عمران. وينك يا ابو غالب؟ مطلوب يا ابو غالب عم حوشان. فنجان الصبح بهرته من عقب ليل سهرته، والماضي كله ذكرته وايام الله حي أجبور، الله حي بني صخر فوق ونعديهم نعديهم أجبور الله الله
يا محمود هربك فرحنا يوم الله جابك، يا محمود هربك فرحنا يوم الله جابك. يلا طرقك والمذلك نفلك ولا المانا يا مكتوبة نفس الحاسس. يلا حي جمهور ونعديهم الشيخ ابو حران. الله يا ابو عون الله عليهم انا شام وينهم عليهم الله حي ابو عون. حي جمهور ونعم بيهم يا بني عمي.
حي جبور ونعم بيهم بني صخر يلا حيوا تحية من رجل الأعمال حسن أبو ريان يلا حي أبو ريان حي حي جبور ونعم بيهم عليهم وين يلا حي النشامة حمر النواظر ونعم بيهم عليهم طيب بيك مجبور يا اخوان نرجع ورا شوية نوسع الساحة إذا تكرمتوا محبة لعريسنا يلا حيهم الله حي غاليين الله حي غاليين فوق فرسان الحق يا حي حي
هوا حي بين الصخر فوق ونعبيهم. الله الله وين ونعم فيهم ونعم عليهم. من طايل بيك الجبور العريس ترحيب. يا ميت اهلا وسهلا. يلا حيها يا الله. تضرب على اشراكها تضرب. والماضي المكسور الماضي المكسور يا هلا يلا حيها. هاي كيف في طابع عليها شرف شرف. كل أربعة ثلاثة على الطاولة بس. يا ميت اهلا وسهلا. يلا حيا الجميع اهلا وسهلا. الحبر يتعشى الحبر يتعشى. يا ميت هلا يا ميت هلا. وقمر ربيع اللي على الوجه سالم من شدك تكفر هالدين
تكفير وشحكم نبحل مسلمين العزالي بنشدك يا مكفر هالدية التكفير وشحكم نبحل مسلمين العزالي تدبر القرآن والهدية تدبير وخذ الجواب بصيغته والكمال يفضحكم الله يا الوجوه المغابير لا طغمة التخريب والانحلال يولي على الفتنة تدق المزامير نعرف مطامعهم على كل حال ونعرف من يدفع رسوم الفواتير يا الحية هل يجعل هذا الاحتلال من حورهم حنا سوات الازارير حنا حماة الدين يا اهل الضلال الارض نزرعها ارباح ومسامير يحرم عليهم وطي هذا الاعلام بلادنا ما هي بكابل وكشمير واهم ملال صدق واهم ملال عمين هالاجداد عجوا معاصير مسيوفهم على ظهور الجبالي واليوم يا ابو حسين شفهم طوابير ملوا من المجلس تحت الظلالي يبون يوم فيه للحق تكبير على الكلام بان فيها الافعالي يا سيدي قلوا اجتمي بس ويصير نحقق هدف لو هو عسير المنال بالجو حربية ومجاع جنزير والمد فاك الحين من طيف فالي هذا وطننا ما سكناه تهجير الجيش واحد ما جمعنا رجالي لو كنت في سوريا هتربيه معاه لو كنت في سوريا هتربيه عمان كل الجنوب يصير عنده الشمالي لا يا وطن لا تحسب لنا من أبيه في بعض الأحيان مالي طالب لا تجفل من الوقت وتغير وكل ابنك والله هذا اتكالي من كان ما شفت السعد وقت باشير يا حرم علينا المسلم هل دوك سمير الله سمير المسلم تكريم الرجل الغانم شيخ نايف الإشراع وبشرف لما له من مواقف أصيلة وكريمة معي أنا شخصيا ومع جماعتنا إحنا مجموعة من الأصدقاء والأصحاب وهو دائما صاحب موقف أكرمه وأقدم له السيف العربي الأصيل وهو سيف من سيوف بني صخر نعم أبشرف الشيخ نايف الإشراعة الأحصان وشو ما قدمنا من ضمن مقصرين معنا لأنه هو صاحبي الأول صاحبي الأول أيوه عبد الله والله حييكم يلا شيل عليه عاش محمد عاش
الله الله انا عيون الشيخ ابو اشرف لكم اللفانه لكم الحمر يا حبيبي من حد ما مشيت لحد ولا فيكم الساحه يا شباب الساحه الله الساحه عندك العين يا حجان كاميرا يا شباب 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 يا ش
شعبه.